عبد الحفيظ مساء الخير من جديد على كل انتظار دقيقتين او ثلاثة اذا كان فيه جديد بعد هذه الانطلاقة الجديد بطبيعة الحال فيما يخص التشكيلات ثم نرجع لملعب 5 جويلية ونرجع لكم بعد قليل. نعم مراد مساء الخير مرة اخرى سيدتي ونسي سادتي من ملعب الوحدة المغاربية بمدينة بجاية واللقاء في الشوط الثاني حيث تركنا الشوط الاول هدف مقابل 0 لصالح شبيبة بجاية بالتسجيل ياسين أبعوش هذا اللي يظهر على الصورة. على كل ان تشكيلة الفريقين بقات على حالها كما هي يعني شبيبة بجاية نويوة يسعد اللي خرج بطاقة حمراء كاروف عوامر بوعون بن ناصر جيلاني خلاف أبعوش ياسين أبعوش عبد الحكيم خوني عبد الملك شبيبة القبائل بغرارة رحموني بن حملات زفور سلمون بن قايد أي طاهر نازف رقم 9 غازي 10 ابو بريط 11 مدان حكيم. على كل ما فيش تغيير في التشكيله نتمنى انه يكون فيه تغيير في النتيجه والاهداف الغزيره هذا كل ما نتمناه في هذا الشوط الثاني اللي رايح ربما بعد قليل نعود نرجع لكم الخط يا مراد حتى تبقوا مع المقابله الثانيه وهي مقابله مولوديه الجزائر اتحاد العاصمه ثم بعد ذلك اذا بغيت ماهوش مشكل ان شاء الله يكون اللقاء كما شاهدناه في الشوط الاول. شكرا عبد الحفيظ. على كل نرجع لملعب 5 بعد هذا الانقطاع معذره سيدتي ونسي سادتي ونرجع مباشره للقاء شبيبه بجايا شبيبه القبائل عبد الحفيظ. متان للزفور شبيبه يا مراد تحاول في هذا العشر دقائق الاولى من الشوط الثاني هذا تحاول كيف تبني الهجمات امام جيلاني الخطير هذا خطير جدا اليوم جيلاني وياسين أبعوش ياسين أبعوش يدخل منطقة العمليات ممتازة ممتازة لو كان هناك لاعب يعني واحد من قلب هجوم كانت تكون النتيجة تتغير لأنه بغرارة ما مسكش الكرة كما ينبغي رغم أن شبيبة بجاية تلعب بعشر عناصر فقط وبالقايد بالقايد على الجهة اليمنى فيه تغيير خل بودحوش في الثواني الأخيرة هذه خل بودحوش هداف فريق شبيبة بجاية وخرج اللاعب بن ناصر رقم 6 من صفوف شبيبة بجاية. قلت أن شبيبة القبائل تحاول أنها تبني انطلاقا من زفور وكذلك بوبريت ومتان هجمات مباشرة ناحية أيت الطار وغازي لكن ربما وسط الميدان قدر شبيبة القبائل كيف يسيطر عليه بامتياز. مخالفة من أبعوش ياسين أمام بن حملات مخالفة كانت قريبة من الحكم والحكم نقول لحد الآن يتابع اللقاء شاب جبل الله توفي رغم أنه اللقاء عنده أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين لأن فريق شبيبة القبائل راه يحتل المرتبة الأولى ب40 نقطة وفريق شبيبة بجاية اللي ما ظهرش في الأيام القليلة يعني أو في خاصة مرحلة الأيام ما ظهرش مليح وكانت له انهزامين و4 تعادلات آخرها كان باتحاد الشوية إذا تحاول كيف تربح هذا اللقاء وتربح نقاط هذا اللقاء وتربح الثقة والعامل البسيكولوجي خاصة حكيم ناحية خلاف جيلاني فعلوا جيلاني يعني خوني كان وراء اللقطة خوني كان وراء اللقطة الممتازة بعد ضيع فريق شبيبة القبائل من الكرات في وسط الميدان وعلى اثرها يقوم فريق شبيبة بجاية بالهجمات بالعكس عناصر ممتازة عناصر شبيبة بجاية كاروف يحمل رقم 3 ويغطي الدفاع حاليا يلعب كقلب دفاع طويلة رحموني يرجع بالرأس خلاف طويلة والتسلل يعلن عليه المساعد الحكم السيد بن طاهر يوسف على الصورة
قليل من الأمطار في مرحلة الراحة هذه، وأصبح الميدان أثقل من الشوط الأول، وتغيير لصالح شريف الخمير يدخل رقم 14 بريوس ويخرج يخرج رحموني على ما أظن رحموني أو بن حملات هو اللي خرج بعد ما تعرض لإصابة قبل قليل. بن حملات يخرج يدخل دريوش شاب والحصار في صفوف شبيبة القبائل طويلة. مبريط مبريطة معوش عبد الحكيم يرجع هذه الكرة سلمون حذاري من الأخطاء أمام مرمى الحارس بوغرارة. ضايع الكرة هذه ترجع لي آيت الطاهر وعوامر ودحوش. الكرة لصالح شبيب بجاية على الجهة اليمنى. خلاف أمعوش عبد الحكيم وأمعوش ياسين في هذه المحاولة. حذاري أمام زفور لا يتفوق عليه زفور. من حيث اللياقة البدنية زفور كان أكثر رزانة وغطى كورته كما ينبغي ويخلي الكرة تخرج إلى 6 أمتار. زفور طويلة لا تضيع تبقى لحكيم أمعوش. أمعوش لخلاف وسط الميدان كان له مجهود كبير. أمعوش ياسين يفتح أمعوش ياسين ليحة محاولة لبودحوش والكرة لكارو. كارو دائما خلاف طويلة قوية قوية وممتازة والركنية لا لا الحكم يقول 6 كانت ممتازة كانت كرة الحرس بوغرارة قوية جدا. وشوف كيف الكرة خبطت في الأرض وكانت خادعة الحارس. أمعوش تعود إذا الصورة من جديد من ملعب 5 جولة مع لقاء مولودية الجزائر اتحاد العاصمة. فريق اتحاد العاصمة أمام الكرة كل من جديد تنقطع. تفضل تفضل. إذا دائما الكرة لصالح شبيبة بجاية وهذا زفور على الصورة. أمعوش عبد الحكيم قائد الفريق ممتاز طويلة ناحية الهجوم وين موجود دريوش وخوني وضيع من خوني الكرة هذه والتماس لصالح شبيبة القبائل. تماس لصالح شبيبة القبائل. مصطفى غريب لاعب طبعا في صفوف شبيبة بجاية اليوم ما لعبش اللقاء هذا. كيف طبعا لعبت مع فرق كثيرة كيف تعلق لنا على الشوط الأول وبداية الشوط الثاني؟ الشوط الثاني كان نعم الشوط الأول أول أبدا كانت المقابلة كانت ممتازة يعني. هل كان يا مصطفى فيه تحضير لهذا اللقاء كما يبقى من الناحية النفسية خاصة؟ تحضير ما كانش يعني ما فيش يعني تحضير يعني خاص تحضير عادي كيف ما كان حضر للمقابلة. المقابلة هذه تاع اليوم لازم كنا يعني باش نربحها كيت بوسيبل الماكسيموم تاعنا باش نربحها في الشوط الاول. ورغم ما سجلنا هدف وضيعنا عدة اهداف تاع ماهوش وكارو وزدنا الشوط الثاني هذا ان شاء الله نهديو اعصاب تاعنا. يعني بعد سلسلة الانهزامات وسلسلة التعادلات اللي كانت فيكم ربما اللقاء هذا راح يكون للديكليك يعني راح يكون للديكليك تاعنا وان شاء الله في المقابلة هذه ومن غادي ان شاء الله نديروا مقابلة احسن من هذه ان شاء الله. يعطيك الصحة. تبقى الكرة لصالح شبيبة القبائل في وسط الميدان. القائد يرتكب عليه
بودحوش المخالفة. مخالفة لصالح مدان. مدان في وراء كل الكرات. بلقايد. بلقايد لسلمون يصعد لمساعدة رفاقه طويلة وتدخل للدفاع. بوبريط أيت الطاهر حذري وتدخل الدفاع عن طريق عوامر. رايح يعاني ربما فريق شبيب تبجايا بعد لأنه يلعب بعشر عناصر. يعاني شوية شبيب تبجايا ورغم كما خرجنا المدافع الأيمن. نعم. إن شاء الله احنا نتكلموا شوية. نعرفوا كيفاش نسيروا المقابلة تاعنا إن شاء الله. شكرا. إذا المحاولات دائما لصالح شبيب تبجايا أكثر. تركيز أكثر لشبيب تبجايا بينما بطاقة صفراء. لبودحوش منطقة صفراء لبودحوش اللاعب اللي دخل في الشوط الثاني. هذا بودحوش هو هداف فريق شبيب تبجايا. زفور زفور لسلمون على الجهة اليمنى. بالقايد بالقايد امامه بوعون وخارج الكرة 16 أو أمامه كاروف. كاروف اللي أصبح يغطي كل الكرات كل الكرات. و 6 أمتار لصالح فريق شبيب تبجايا. يعني ما أظنش سي غريب أنه بجايا راحت ربما المدرب راح يستعمل تكتيك أو خطة لأجل الحفاظ على هذه النتيجة المسجلة وربما الاعتماد على الهجمات المعاكسة. يمكن سي مناد ياخذ يدير تكتيك ورغم المقابلة كيما راهي مزايرة راك تشوف هكذا ثم يقدر يخلي الجوار كيما راه بتطر يغير جوار فريد لعاد تكون هذيك هي التكتيك تاعنا وان شاء الله نسجلوا الهدف الثاني باش يدخل اول الترابح ان شاء الله تكون مفاجاه ثانيه كبيره لينا. ركنيه اذا لصالح شبيب التقبيل. ركنيه لصالح شبيب التقبيل عن طريق بلقايد. طويله من بلقايد وتدخل الدفاع عن طريق عوامر. خرجها خلاف لسلمون. سلمون يرجع كورته لزفور. زفور يحاول لكن الدفاع عن طريق جيلاني. جيلاني اللي لعب دور ممتاز اليوم خاصة في الشوط الأول. ديفونسير مدافع أيسر اليوم طبعا بعد ما خرج الحكم مطرد الحكم مدافع يسعد صباح يدعم تشكيل فريق بجايا بمدافع أيسر هو مهاجم طبعا. المحاولة لصالح دائما شبيبة القبائل لتبحث عن ربما تعديل النتيجة. والشبيبة شبيبة بجايا من جهتها تحاول أنها تعمق الفارق حتى تضمن النتيجة نتيجة اللقاء. حرب على الصورة حرب ومنات في غياب هاروني. الكرة لصالح فريق شبيب تبجايا. الكرة لصالح فريق شبيب تبجايا عن طريق كارو. دفع الأيسر طويلة. ربما راح يكون تغيير ثاني بعد قليل. المقابلة دائما في وسط الميدان. خلاف لا زفور سلمون سلمون وأمعوش ياسين مليحة لبودحوش. مخالفة لصالحه أو لخوني لأن الأرقام صعب باش نشوفوها. أرقام شبيب تبجايا أسود في الأحمر يعني ما صعب جدا حتى نشوف الأرقام كما ينبغي. وتيلاني يصبح مدافع أيسر ناحية أمعوش
ياسين امام زفور، حذاري من هذا الشاب اللي كان ممتاز خلال الشوط الاول. وتدخل، لا ما تخرجش الكره، تبقى لبودحوش، بودحوش في هذه المحاوله، تبقى الكره خطيره، كان بودحوش ان يضيف الهدف الثاني، كان بودحوش ان يضيف الهدف الثاني. نشوف بعد الاخطاء اللي ارتكبها دفاع شبيب القرقبين عن طريق كريوش، ما مرتش بعيده كثير يا سامي عن القائم الايمن او الايسر للحارس بوغرار. ودحوش على الصف، سلمون، سلمون طويله امام مدان، ربما المدافع بوعون، وعون والحكم يقول بالخلف لصالح مدان او لصالح بوعون رقم خمسه. حتى اليوم نقدر نقول ان الشبيبة القبائل ما ظهرتش بالوجه الحقيقي تاعها، ربما نقول انا ربما نقول انها كانها لقاء يوم الاثنين الماضي امام وفاق سرغوزان، وين تفوقت شبيبة القبائل بست اهداف كامله. نظن ان ربما عامل التعب غازي، غازي والمحاوله تاعو غازي على الصوره، كان تقريبا التحركات تاعو يعني اقتصرت فقط بعض في بعض الاوقات فقط، سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني، نظرا للقوه اللي ظهرها المدافع كارو عوامر بوعون، وكذلك بالنصر اللي يكسر اللعب رقم سته ويكسر اللعب في وسط الميدان، عنده لياقه بدنيه ممتازه. ممتازه، وشاب صغير وجاي. شحال في عمره؟ لا اعلم، 21 سنه. 21 سنه، ممتاز. ممتاز بالنصر اذا كمل على هذه الطريقه، وفيه اماعوش عبد الحكيم تقدم له الاسعافات. اذا تقدم الاسعافات ويعاود يدخل عبد الحكيم اماعوش. جيلاني، جيلاني أمعوش، أمعوش أمامه بوبريد، تبقى الكرة لصالح شبيبة بجاية، رجعها خلاف، خلاف لي كارو، مدان، مدان غازي، عوامر، عوامر وخلاف أو جيلاني. بودحوش، ريحة من بودحوش، محاولة ممتازة، تبقى الكرة لصالح بودحوش، لا تضيع له، أمام ناظم، مداد، خرج الكرة كارو، غازي، غازي لبوبريت، بوبريت، يحاول بوبريت الدخول ناحية منطقة العمليات، آية الطهر، حذاري، لأنه ممتاز آية الطهر، خاصة في التهديف. والكرة لصالح شبيبة بجاية، لا تبقى دائما السيطرة من شبيبة القبائل. سلمون، مدان، يفتح مدان والكرة في أحضان الحارس الويوي، في أحضان الحارس الويوي على الصوت، ممتاز، ممتاز لأنه خرج عدة فرص كانت نقول عليها أهداف. غازي، غازي أمامه بوبريت، مرر له الكرة لكن تبقى الكرة دائما لصالح غازي، وأبو عون يخرج هذه الكرة أو العوامر. ياسين، ياسين أمعوش، شوف يرتكب عليه مخالفة زفور، زفور يرتكب عليه مخالفة، كل ما تكون الكرة عند ياسين أمعوش إلا وكان خطر. خطر، نعم، باسكو ياسين عنده تجربة، دوكا ولا يلعب مع تجربة، وخفيف كيعود عنده الخطر، خفيف الحركة يعني. الحركة، نعم. فعلا كان ممتاز اليوم، كان ممتاز هذا الشاب ياسين أمعوش. جيلاني، جيلاني ناحية الدفاع، دخل مرة أخرى. زفور، غازي، يراوغ غازي في وسط الميدان لمدان، مدان ما فيش تسلل. البناء يعني تاع الهجمات موش منسق كما ينبغي.
بين عناصر شبيبة القبائل. حكيم يضيع الكرة هذه إلى التماس. فيه مغراوي على الصورة، مغراوي على السنين اللي حضر في نفسه لأجل أخذ مكانته في صفوف شبيبة القبائل. زفور لرحمون، رحموني الطويلة مرر لبوبريت، بوبريت بالقايد وتدخل كاروف، عنده خبرة كبيرة كاروف وكذلك بوعود. الخمسة يغطيوا منطقتهم كما ينبغي. سلمون، سلمون أمام جيلاني يراوغ، يحاول الدخول إلى المنطقة وتدخل عوامر رقم ربعة. رحموني أمعوش ياسين خرجها خلاف، شوف تقريب كل عناصر الشبيب جاية في منطقتهم. مخالفة من خلاف أمام بوبريت، أمام بوبريت. شوف الكرة يا سامي، أصدقائنا التقنيين اللي سهروا على النقل المباشر من مدينة بجاية. إذا خوني يخرج ويدخل اللاعب ولدرب، ولدرب لاعب كذلك سابق في صفوف شبيبة القبائل. نعم خوني لاعب سابق في اتحاد العاصمة. طويلة وأيضا تعرف القايد وتدخل جيلاني. أمعوش ياسين لاعب لولدرب، رجعها زفور للحارس بوغرارة، بوغرارة لزفور. رقم أربعة ضيع الكرة هذه فعلا. لا ما فيش تسلل، ما فيش تماس، ما فيش تماس. والحكم يرفع رايته، يرفع رايته. احنا شفنا انه الكرة ما بالقايد، بالقايد لغازي، غازي زفور. زفور طويلة لسلمون، سلمون تقريب شبيبة القبائل أكثر في الهجوم، تحاول تنسق وتحاول تهاجم. وجيلاني أمام سلمون، ذكاء، ذكاء يرجع كرة. يعني هذا جيلاني لعب اليوم، يعمل رقم 7، لعب رقم 11 ويلعب رقم 3، ممتاز. أمعوش هو ضيع، ضيع من أمعوش عبد الحكيم الثمن. كانت الكرة هجوم عاس، شوف حتى الشبيب جاي ربما سمحوا أكثر، يعني يضيعوا الكرات أكثر لأنه ربما يحافظوا على عامد الوقت. هذا شيء يضيعوا الوقت، وربما تخوف كذلك من التحرك تاع الهجوم تاع شبيبة القبائل. ورغم لاعبين توانا بيلعبوا في 10، وكل لاعب يلعب دورين، دونك ما يقدرش واحد يلعب دور واحد، لازم يمدوا كل شيء عليهم باش نحافظوا على النتيجه فيها. والله هدفوا هدف، لا هدفوا هدف فقط. رغم ان بوداحوش ضيع الهدف هذا، كنا مر الكره الى خوني كان الهدف الثاني، كنا نقضيوا على الشبكه. ولكن هذه كره القدم، كره القدم يا مصطفى غريب. خلف طويلة من أو جيلين. سلمون يفتح طويلة، أيد الصهر موجود وكارو يتفوق عليه رفيقه في شبيبة القبائل. خرج الكرة إلى التماس، كارو يخرج الكرة إلى التماس. رحمون، رحمون يصبح مدافع أيسر. بوبريت، بوبريت كم يقول ولا شيء. وحكيم أمعوش وخلاف، حكيم أمعوش والكرة إلى الحارس الويوا، حارس الويوا والكرة لصالح شبيبة بجاية. والهدف الوحيد سجله أمعوش ياسين في الدقيقة 25 من الشوط الأول.
هدف وحيد في هذا اللقاء الممتاز بين شبيبة بجاية صاحبة المركز الرابع وشبيبة القبائل صاحبة الرتبة الأولى. نصف ساعة من الشوط الثاني والنتيجة هدف وقال صفر لصالح شبيبة بجاية. جيلاني كرة في وسط الميدان، جيلاني مرة أخرى، زفور زفور ورجع كورته لبرقاي، لمسة يد من أماعوش، فعلا لمسة يد يمد عليها بطاقة، يمد عليها بطاقة صفراء لأماعوش، ربما لمسة اليد ما كانتش يعني متعمدة، ما كانتش متعمدة، الحكم تسرع نوعا ما. السيد جاب الله فواتي يبقى هذا مجرد رأي فقط لأن الحكم هو الأقرب وهو صاحب القرار الأول والأخير في فوق الميدان. زفور مدان تسلل، لا ما فيش تسلل، أوبرين بيعلو الكرة، غازي يبحث عن رفيقه بالقايد، لا كل لاعب تكون عنده كرة من شبيبة القبائل إلا وكان عليه ثلاثة أربعة لاعبين من شبيبة بجاية. خلاب يحاول يصعد للهجوم تسلل، وضعية تسلل واضحة من بوبرين، تسلل واضح من بوبرين يعلن عليه الحكم أو مساعد الحكم السيد كل. والتغيير التغيير الثاني لشبيبة القبائل يخرج من دون شك بوبريت، بوبريت هو اللي يخرج ويدخل المغراوي، يدخل المغراوي مكان بوبريت في الدقيقة 32 من الشوط الثاني. المغراوي اللي عاد بعد غياب طويل نوعا ما لصفوف شبيبة القبائل بعد ما ربما كان يعاني من نوعا ما من تعب نفسي اكثر منه بدني. الكره لصالح شبيبة بجاية او شبيبة القبائل عفوا مع مغرارة الحارس، طويلة وتحوش رجع كورته ناحية بالربح، بالربح خطير، بالربح ويحاول بالربح دائما، فما راح يكون هدف ثاني، لا لا كانت محاولة من بالربح، محاولة ممتازة لصالح شبيبة بجاية والحارس كان يقف في هذا اللقطة حيث ارتمى على الكرة وجيلاني خرج الكرة هذه للتماس، تماس لصالح فريق شبيبة القبائل. الهجمات المعاكسة ربما ربع ساعة الأخير هذا راحت كلها نتائج خاصة لصالح شبيبة بجاية لأن كل عناصر شبيبة القبائل يحاولوا الصعود ويحاولوا تعديل النتيجة. محاولة لصالح الشبيبة لكن الويوة، الويوة يخرج ويتفوق، كارو كارو لخلاف، خلاف ناحية أماعوش، ياسين خطير، ياسين سريع جدا بالكرة، ضيع له الكرة هذه أمام خلاف، طبعا التعب راح ينال من اللاعبين لأن الأرضية ثقيلة نوعا ما ومدان مدان لبلقايد، بلقايد والمحاولة لصالح سلمون، يدخل الدفاع عن طريق خلاف أو جيلاني يخرجها إلى التماس، جيلاني اللاعب السابق لوفاق سطيف، إذا
عبد الحفيظ. نعم مراد. على كل نرجع لملعب 5 جويلية جاية شبيبة القبائل الدقائق الأخيرة ثم نرجع لملعب 5 جويلية شبيب مرة أخرى. مراد 3 دقائق فقط يا مراد تفصلنا عن نهاية المقابلة والشوط الثاني هذا. النتيجة دائما هدف وخمسة صفر لصالح شبيبة الجاية. شبيبة القبائل كادت أن تصل إلى الهدف وتعديل النتيجة لكن تدخل الدفاع كان ممتاز. شبيبة الجاية شوف الإعادة بعد قليل راح نشوفها جيلان يحاول المراوغة بالرابع. الكرة لصالح حكيم أو ياسين أماعوش والكرة لبرقايد لشبيبة القبائل دخل أمامه بوعون يخرج الكرة هذه إلى التماس. دقائق سيسبنس ربما وشوف الإعادة تاع فريق شبيبة القبائل وغازي والقذفة الممتازة والقوية وكذلك اللقطة الفنية الممتازة. دريوش نظيف يفتح حذري الخطر من صايب بالقايد يحاول يفتح لكن تدخل جيلاني. الكرة لصالح شبيبة القبائل تماس للقبائل شبيبة وشوف توتر الأعصاب من جانب فريق شبيبة الجاية والطاقم الفني يعني فيه قلق كثير لأن الشبيبة حركة كثير. شبيبة القبائل خلاف ضيع الكرة هذه وخرجها إلى التماس. تماس والنتيجة دائما نشوف لقطة واحدة أخرى لذلك كان على إثرها أن يسجل فريق شبيبة القبائل الهدف لولا العارضة الأفقية وتدخل الدفاع وتجمع دفاع شبيبة الجاية. يعني نقدر نقول عليها أنه لقاء ممتاز اليوم ممتاز إذا ما شفنا فيه لعب مفتوح ولياقة بدنية ممتازة ضد من الجانبين والحارس الويوا والدماء تاعو يحصل بالحفاظ طبعا على النتيجة المسجلة لحد الآن هي لصالح شبيبة الجاية هدف وقف صفر. بالرابع رحمون الزعلو إلى التماس ويلا والفتحة ممتازة ياسين أماعوش وتدخل مرة أخرى لبودحوش جيلاني يفتح الكرة هذه ناحية بودحوش أمام زفور يحاول ولد ربح والمحاولة تاعو ممتازة ربما بودحوش كادت الكرة توصل لبودحوش. كان ممتاز هذا الشوط الثاني وربع ساعة الأخير. غازي والكرة اللي ضيعة إلى التماس من جانب شبيبة القبائل تماس لكارو هذا جانب من جمهور أنصار شبيبة الجاية لنصروا فريقهم إلى آخر نعيش 49 ثانية فوق الوقت الرسمي. طبعا مقابلة ممتازة جدا من حيث الإثارة الدفاع البدني المحاولات اللقطات أية الطاهر يخرج الكرة هذه المدافع جيلاني ممتاز حقيقة كان نقدر نقول عليه رجل اللقاء لاعب جيلاني. ولد ربح أمام زفور ربما يخرج التماس الكرة هذه ما عندوش اختيار إلا التماس تماس وحراسة مسددة رغم أن شبيبة الجاية لعبت مع 10 عناصر فقط منذ تقريبا نصف الشوط الأول لأن
شبيبه، شبيبه الجايه عرفت كيف تحافظ على هذا النتيجه، هدف مقابل صفر. هدف سجله امعوش ياسين في الدقيقه 25 من الشوط الاول.